أطلقت مؤسسة حياة كريمة أول معسكر تدريبي للشباب في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء. يأتي هذا المعسكر كبداية لانطلاق مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ سلسلة من المعسكرات الشبابية في مختلف المحافظات. إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقوم به الشباب المتطوعون في محافظات الجمهورية كافة بجميع مبادرات مؤسسة حياة كريمة، أطلقت المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أولى معسكراتها الشبابية، والتي تستهدف طلاب الجامعات المصرية في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، لترسيخ قيم المواطنة والتطوع والتعريف بكافة المعالم السياحية. بدأنا في الفترة الأخيرة أن احنا نكثف الطاقات ونركز على الشباب وإثراء الشباب بالمهارات الأساسية والحياتية الموجودة على أرض الواقع. يمكن بدأنا معهم بسبع دفعات من برنامج فاليو اللي بيشتغل في الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. استقبلت المؤسسة لحد دلوقتي أكثر من 2000 شاب جامعي، واستقبلت أيضا شباب الثانوية العامة في التعليم ما قبل الجامعي. تم عمل إدارة كاملة لإدارة المتطوعين. الإدارة كانت مسؤوليتها تدريب المتطوع، تأهيله إزاي إن احنا ندور المتطوع على الأرض بحيث إن هو الحجر الأساس الموجود معانا على الأرض ومتواجد في كل الأماكن سواء القرى والمراكز والمحافظات. تتنوع أنشطة وفعاليات المعسكر لتستمر على مدار 5 أيام، لتبدأ أولى فعالياتها بإقامة ورش عمل تفاعلية وتوعوية وبناء الفرق، وكلها تدور حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية وعلى رأسها الاهتمامات اليومية للمواطنين. بنمارس مجموعة من الأنشطة التروحية والتفاعلية اللي احنا بنقدر من خلالها نبرز القيمة الجمالية للمناطق اللي احنا موجودين فيها، ونعرف ولادنا وشبابنا قد ايه مصر فيها مناطق طبيعية ومناطق حلوة جدا. مؤسسة حياة كريمة هي دايما مجمعانا مع بعض في الخير، دايما بتدينا الفرصة ان احنا نشارك بعض في افكارنا. لمنا النهاردة في يعني مختلف 27 محافظة شباب كتير، شاركنا بعض بمنتهى الافكار، تعرفنا على بعض، نتعلم حاجات كتير، فده حاجة كويسة لينا كمرحلة الشباب، وان احنا فعلا بنطلع افكار اللي جوانا ان احنا ازاي نقدر ننفذها على ارض الواقع. تقدم الفعاليات جانبا آخر وهو الأنشطة الترفيهية والأنشطة الرياضية كالسباحة ولعب الكرة الشاطئية، وانتهاء بالرحلات الاستكشافية للجبال، وهو ما عبر عنه المشاركون بفرحة عارمة. حابين ان احنا نتشارك مع حياة كريمة علشان الشباب بتاعها يبدأ يتعرف على دهب اكتر ويبدأ يتبسط بالسياحة الداخلية اكتر. الناس طبعا الصراحة من ساعة ما جت من اول يوم وهم مبسوطين جدا. مبسوطة جدا ان انا اتعرفت على ناس كتير من المحافظات اللي هي الكتير الموجودة، احنا 27 محافظة، وتعرفت منها على ناس كتير جدا. بشكر حياة كريمة ان هي اتاحت لي الفرصة ان انا اجي واتعرف على ناس جديدة. احلى حاجة عجباني حصلت الشباب والرياضة ومن مؤسسة حياة كريمة ان هي دعمت الشباب لزيارة مزارات بلدهم، المزارات الداخلية، ان هم اصلا في ناس اول مرة تجيها ما تعرفش حاجة ولا شافت البلد يعني جمالها عامل ازاي. رسم البهجة والسعادة وادخال الفرحة على قلوب الشباب واثقال مهاراتهم هدف تسعى اليه مؤسسة حياة كريمة من خلال اطلاق الانشطة التوعوية والترفيهية المختلفة، ليعيش الجميع حياة سعيدة في ظل وجود حياة كريمة.